الله والصلاة والسلام على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الخير. لا تنسونا من صالح دعائكم والاشتراك في القناة وكتابة التعليقات. أخي الكريم، أخي الحبيب، اليوم مع موضوع مهم وهو أعمال الخير في رمضان. إيه الأعمال اللي الإنسان يعني يحاول إن هو يعملها في شهر رمضان حتى ينال أعلى الدرجات وينال الحسنات في هذا الشهر الكريم؟ أخي الكريم، أول هذه الأعمال هي الصدقة في رمضان. فالصدقة تسعد الفقير وتدخل السعادة على المسلمين، و بالصدقة يفرج بها الكروب والأزمات، وخاصة أخي الكريم في نهاية الشهر، في نهاية شهر رمضان، وهي زكاة الفطر. ثم أخي الكريم، هناك أناس، بعض الناس وكثير من عامة المسلمين يتنافسون في عمل مشروع إفطار صائم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أجبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخي الكريم، من أعمال الخير الصلاة والذكر وقراءة القرآن. لابد أن تحافظ على الصلوات جماعة في المسجد وتحافظ على النوافل، وكذلك لا تنسى الأذكار، وأذكار الصباح وأذكار المساء، وحينما تمشي لابد أن يكون لسانك رطب بذكر الله، وأفضل الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أخي الكريم، من أفضل الطاعات قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. هذه الأعمال تكون بإخلاص ونية صادقة، فحينما ينشغل العبد المؤمن بهذه الأعمال تتضاعف له الأجور والحسنات في هذا الشهر الكريم. لذا أخي الكريم، أكثر من فعل الخيرات. ثم إن من هذه الأعمال الطيبة التي نعملها في شهر رمضان هي العمرة. فالعمرة في شهر رمضان لها فضل عظيم، هذا الفضل يعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، سارع وبادر في عمل الخيرات في هذا الشهر الكريم، فكثيرا من المؤمنين يتنافسون ويتسارعون في الأعمال الطيبة حتى ينالون الدرجات والحسنات من عند الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، هناك بعض أحاديث ترغبنا في فعل الخيرات، وهناك فضائل كثيرة لشهر رمضان الكريم. فالأحاديث التي
ترشدنا إلى هذه الفضائل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أخي الكريم، يا له من موسم وأوقات لابد أن نغتنمها، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك أبواب الجنة وأغلق أبواب النيران وقيدة الشياطين، فهذه فرصة للمصارعة في الخيرات. ثم أخي الكريم، هناك حديث آخر يدل على فضل شهر رمضان، وهو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، هذا الباب يسمى باب الريان، والمعلوم أن هناك 8 أبواب للجنة، منها باب يسمى اللي هو باب الريان. هذا الباب لمن صام شهر رمضان وكان يعتاد صيام النوافل، فهنيئا لمن صام شهر رمضان وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، فهنيئا لأخي المسلم وأخي المؤمن بأنه صام شهر رمضان. فكل يوم في شهر رمضان يصوم المؤمن نهاره ويقوم ليله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عند الله من الفضل العظيم. فهنيئا لكل عبد صبر على الصيام وابتغى الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر ويكتب لكم الأجور الصالحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير، ولا تنسونا من صالح دعواتكم والاشتراك في القناة وكتابة التعليقات. ونحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.